حاجة اللي نأسفلها توا ساعة الحضور هذايا اللي جد ولا نتأسف. وقفة للتنجيد، وقفة من المفروض أنها تكون شهكة، ما شيء يؤسف معناتها، لا فقط اغتيال وأيضا اغتيال الشهيد واغتيال أرض تونس معناتها. تونسي ساقبل كل شيء، عندي بندما بالخلفية متاعه هو تونسي، كما شهيد شكري بالعيد تغدر، كما شهيد البرامي تغدر، كما محمد الزبيري تغدر، والغريب أنه نفس الطريقة ونفس الملابسات. صدفة علينا هم كان الأبحاث هي اللي تقول شنو تشابه هذا الكبير في مسرح الجريمة وفي توقيت في الأداة في الطريقة إلى آخره. فاهتزت تونس الاغتيالين ذوما واهتزينا بكلنا وشوية، أما حقيقة شيء مخجل معناتها، على يزم تكون عندنا استثمار سياسي فيه هو باش تهتز البلاد. يبدو أنه القناة العاشرة ظهر الإسرائيلية تأكد فيها هذا ما يتم تداوله، ويبدو أن ملابسات الكل تقول أنه الموساد هو وراء هذا الاغتيال. فإذا كان هذا الموساد والاغتيال حقيقة معناتها تونس الشعب هذا يزم يقوم، معناتها يزم ينتفض على هالمسؤولين هذوما بما فيهم السلطة التنفيذية والتشريعية لسكوتها وصمتها. ونحب نعرف هل ثم تواطئ أم لا من بعض الأجهزة، معناتها مش بسهولة موساد يدخل ويخطط وينفذ على كل حياة الحاضرة اليوم والحاضرة في صفاقس ترتع في أرضنا وتقتل مواطنينا بدون رقيب. مابقاش تصور وما هياش مؤتمر تونسي تم انتهاكها من طرف العدو الصهيوني. كرامتنا مش نبيع يا حكومة القطيع، نريد سلاسة وطنية، الشعب يريد. اليوم كتائب عز الدين القسام تعترف رسميا بأن أحد النوابغ أحد النخب التونسية العظيمة يقود برنامج رائد في مقاومة الاحتلال الصهيوني. من تونس لفلسطين، يا إله إلا الله وشهد حبيب الله، الاستسلام ولا قيادة لم يا شهيد أمانة. الاستسلام الأولى لما انطلقنا في الثورة كان أكبر شعار رفع الشعب يريد تحرير فلسطين. هذه الوقفة هي احتجاجا على ما فعله الكيان الصهيوني في أرضنا، حيث سفك دماءنا فوق أرضنا. هو سفك الدماء في كل الأحوال جريمة، ولكن أن يسفكها فوق أرضنا هو تحد كبير بالنسبة لنا كتوانسة، لأن هذا الشهيد هو شهيد تونسي، هو شهيد العلم، رجل عالم، رجل لم يفعل ما يشينه، فعل ما يرفع قيمة هذه الأمة. طور طائرة بدون طيار، بدأ في صناعة غواسة، هو قام من أجل القضية الفلسطينية الذي هي قضية هذه الأمة. فخر عظيم لكل تونس ولكل العرب. شكرا لك.